من اول مش شك... نحن في قرار من اول جلسه لاخر جلسه 12. نعم. ولا مره اعلنا لمين بدنا نصوت ام نحن ظاهرين لمين صوتنا. شال الولدانات هدول انه شو عم نلعب فريق باسكت ام فوتبول عم بيلعبوا ايدي انا مع هيدا مع هيدا في بلد في وطن. اصلا الدستور معمول خصيصا بموضوع سريه الانتخاب هو لا يحمي النايب من الاستفزاز الضغوطات من كل شيء. طيب هلا انا صوتت مثلا لجاد عزور شو بيعرفوا؟ خبرونا شو. اذا قلت صوت لفرنجي شو بعرفهم؟ ام صوت ورقه بيضاء شو بعرفهم؟ ام حطيت مغلف فاضي شو بعرفهم؟ يعني صرنا ببلد كل يوم بدهم شيء ليعبوا وقتهم فيه بس مش اكثر ولا اقل. يراجعوا من اول نهار لاخر نهار شوفوا اذا شي مره صرحنا شو بدنا نصوت ام شو ما بدنا نصوت لتعرف قد ايه انا اكيد شو بقول. مره سالوني مين بده يكون الرابح قلت لهم الورقه البيضاء بس هي او مره واحده بقول انه مين بده يكون رابح انه بهالجلسه مين بين بده يكون رابح قلت الورقه البيضاء واضحه نعم بس مش اكثر ولا طيب. اذا بدهم ايانا نتغير هن لازم يتغيروا مش نحن. هن يطبقوا الدستور بهالماده مثلا اقله ما دام هن حريصين كل واحد بيطلع بيفسر الدستور مثل ما بده. يعني المادة 49 صار في شي مليون تفسير لا يعني شي بفضل السحر. يعني انتو كنواب أرمن ما سمحتوا لهذه الضغوطات ان تمارس عليكم كما مارست على باقي النواب؟ ما حدا في ضغط علينا. انا عم بقول لك مثل ما هي. نحن ليش ما فيهم يضغطوا علينا؟ لانه نحن قراراتنا يتخذ باجتماع مغلق وبيكون في سريه تامه من كل الاعضاء الموجودين. بيكون متاخذ القرار بيتنفذ باي شيء كان. اعطيك مثلا روان للناس ينتبهوا. هن عم بيرشحوا لعضويه مجلس بلدي ما حدا بيعرف لاخر نهار. انا بتذكر اخر نهار اول مره وقت عملت عضو مجلس بلدي نطروني لروح اتصور لنتصور. ليه؟ لانه بعد ما كانوا عارفين مين انا ما كنت عارف انه انا المرشح اللي لازم كون. فلهذا بدي روق شوي بدنا نروق. حتى وجهت لكم اتهامات انه انتم ساهمتوا بتعطيل نصاب الجلسه على الرغم من انه انا كنت حاضره وشفتك كنت بعدك بالقاعه. ابدا. ولكن مين عم بيعرض يلي عم بيعد اذا ما شفنا عنده مشكله؟ مين اللي كان عم بعد؟ مين اللي كان عم بعد نهاره؟ كان في حمد الرئيس بري النائبين سليم الصايغ وجورج عدوان. لا هن كانوا عم وقتها كانوا عم بيفرصوا جورج أوكي. كمان كان عم بعد؟ ماشي عم خبرك بدهم يخبروا. بس شو الهدف من هذه الحمله سعادتك؟ عادي ماشي. ما هن لنقول مثلا عم بيقولوا عندي رايي بالتقاطع اساسا رايي واضح. أنا إذا بدي صوت لأي شخص بده يحكيني بالمباشر بدي اقتنع عن شو عم يحكيني بده يفسر لي شو بده يعمل. أكيد ما رح يحكينا عن مشروع لأنه ما رح يكون عنده مشروع. رئيس الجمهورية ما في يكون عنده مشروع. بده يكون عنده رؤية كيف أي مشروع بده يتطبق وأي مشروع هو بيمشي فيه. اتفقنا؟ غير هيك ما حدا يضيع وقت. يعني في هذا مسؤوليه كبيره. مش عم انتخب انا هجوب تلزم عم بقولك ما عم بنتخب رئيس لجنه بنايه نعم ولا رئيس جمعيه معينه. عم ننتخب رئيس جمهوريه للمره الاخيره يكون في خطه كيف بدنا نمشي لنوصل لاقله للطريق اللي هذا الشعب عم يعني عنده التطلعات ويكون على هوا تطلعات شعب على الطريق. يعني نعم. أقله على الطريق مش نجي مين بيق ومن بيق ما مش هيك. ما تواصل حدا من المرشحين معكم أنا لا برمان. أبدا ولا حتى مع رئيس الكتلة النائب أجوب بقرة دنيا
اوكي طيب هيدا هيدا فعليا. وانا سالته للامين العام قلت له واكون انا غلطان حدا تواصل؟ عم تحكي من كل المرشحين مش بس جهاد أزعور والتقاطع المسيح وحتى سليمان فرنجيو.